ليس جائم وإنما هو ضروع تتحال ولن يزرع الأرض ولن يزرع الطيور وهو ينتظر الحصاد. ومعرفة المستقبل واستشرافه ليست ضربا من الرجل بالغيب ولا نوعا من التكهن، وإنما هي استلطاف المعطيات لمعطيات الحاضر وفق قانون السببية المنطلق في ظواهر الأشياء، قانون حياة الذي لم انفصام له. ما نصنع في حاضرنا هو ما يشكل مستقبلنا. أيها السادة، إن مصائر الأمم متشابكة، فلا مستقبل لبعضنا إذا لم نهتم لمستقبل الجميع. تلك هي طبيعة العصر الذي نعيش فيه. إن البشرية جميعا في سفينة واحدة، حالها كحال السفينة التي وصفها الرسول صلى الله عليه وسلم حين وصف المسافرين في سفينة من طارقين، وحين أراد الذين في الطارق الأسفل يخلطوا خطا في جهتهم من السفينة، فلو تركوهم لهلك الجميع، ولو أخذوا على أيديهم نجوا ونجاء السفينة. إننا مثل ركاب هذه السفينة، تجمعنا وحدة المصير والمسار، لا نجاة لبعضنا إلا بنجاة الجميع. ولا توجد سفينة نوح، إنما هي سفينة تضامن والتعاون بين ذوي النيات الحسنة من أهل الأديان والعقول.